بس كلام. نبدأ حلقتنا لليوم مع آخر أغاني سوبر ستار العرب راغب علامة، وهو اليوم أصدر فيها الفترة تحديدا سوبر ستار العرب راغب علامة فيديو كليب جديد مؤخرا لأغنية يلا حبيبي يلي في آخر ألبوماتها يلي شاركت فيها النجمة النيجيرية سي شاي. يلا حبيبي أغنية حماسية تناسب أجواء السهرات والحفلات والمهرجانات. الفيديو كليب أشرف عليه المنتج العالمي الشهير كوستي، ويستعد النجم اللبناني راغب علامة باش يحيي واحد من أقوى حفلاته في عيد الأضحى المبارك بالعاصمة اللبنانية تحديدا بيروت يوم 23 أغسطس الجاري. وحاليا كذلك يستعد هو والفنانة دنيا سمير غانم باش يقدموا ديو غنائي خلال الفترة الجاية، من المقرر أن يجتمع بها ويكونوا في بناتهم جلسة عمل لبدء التحضير لهذا الديو الرائع اللي بينه وبين دنيا سمير غانم. مش بس كلامه.